types of diseases in the heart. Okay, حنبلش نحكي عنهم type by type, and this type of lecture يا جماعة المادة هون يعني حتصير تعداد يمكن أدوية more than أننا نحكي عن سار. فit's mainly drugs with different types of mechanism. فأنتم معطينا already pharma على الأغلب. I will start with the drugs used في حالة congestive heart failure. في حالة congestive heart failure شو مشكلتي؟ The heart is unable to pump the blood effectively. Okay, بمعدل in the rate that meets the needs of metabolizing tissue. Okay, فالamount اللي عم توصل للتشو مش كافية from the heart. بالتالي في عندي مشكلة in the heart. And this causes what? Decrease the cardiac output, increase the blood volume اللي حيضلي بالheart, reduce the blood pressure and renal blood flow كمان. فبالتالي الدم مش عم بوصل يعني كمية تبعته مش عم توصل بالheart enough. بالتالي البومبينج أو بمعنى آخر الكمية عم تبقى بالheart كبيرة. فحتى لو جاني blood from the periphery فيش مكان يدخل عليه. فبالتالي على الأغلب حيصير في عندي أنا with time تقليل بالبلاد فريشر، الفلو تبع البلاد حيصير أقل، and الفلويدز حتروح على الاكستريمز، فبالتالي حيصير في عندي أنا إدمة، and حتى كمان إذا stay these fluids in the lung حيصير في عندي مشاكل باللنج and كمان رينال فيلر. أوكي، هاي في حالة congestive heart failure. ليه احتمال يصير في عندي أنا inability of the heart to pump effectively؟ Why do you think؟ طيب بصير في عنا ضعف في عضلة القلب يا جماعة. دكتورة لأنه بكون في هايبرتنشن فبتتضخم بصير في هايبرتروفي بالليفت فنتريكل. أوكي. يعني ما في نيوتريشن كافي للليفت فنتريكل أو للفنتريكلز بشكل عام لمدة طويلة من الزمن. يعني كان في هايبرتنشن وهو ما بيعرف من 20 مثلا لمدة 10 سنوات أو 15 سنة. اوكي ممكن كمان دكتورة يكون عنده اثيروسكليروسيس، يعني ما بيكون يعني الاوعيه الدمويه عم ما تقدر تستوعب الضخ اللي عم يعطيه القلب فبيتعب مع الزمن. اكزاكتلي او تغذيه البلد فيزلز بتوصل للهارت كمان مش عم تعطي الهارت انف نيوتريانت اند اوكسجين ان اوردر السيلز كان ورك افكتيفلي. غير هيك يا جماعه احنا متفقين كمان انه السيلز تبعون الهارت they are not regenerated صح؟ أنا لما بصير they are not regenerated ولا بصير لهم multiplication. بالتالي أنا مشان أنا أزيد الإفورت تبعتي ما في عندي قدرة إني أنا increase عدد السيلز at that site مشان تساعدني to pump effectively. فاللود على الهارت سيلز بده يزداد، بالتالي they with time they fail إنهم يتحملوا زي ما ذكر زميلكم الهايبرتنشن أو الأمونت أوف فلويد ذات آر ريتشينج تو ذا هارت. فإحنا شو بدنا نساوي؟ إحنا نعطي أجونست دراج شان تخلي البومبينج تو بيكام بيتر. أوكي؟ الأكثر شيوعاً تو بي يوزد اللي هم الكاردياك جلايكوسايدز. كاردياك جلايكوسايدز من اسمهم they are glycosides. بالتالي شو لازم يكون في ماي ستراكتشر؟ شوغر. شوغر exactly. أوكي؟ فالكاردياك جلايكوسايدز هم عبارة عن drugs مكونين من two types أو two parts sorry sugar part and the A-glycan part اللي هو steroid. Okay, my drug will be formed of A-glycan and glycan part. The A-glycan هو steroid والglycan هو sugar part. And the steroid of course this time إذا فاكرين زي ما أخذنا في male and female hormone الستيرويد النيوكليوس مكون من 4 rings A, B, C and D numbering نفس الشيء identical. الاختلاف وين؟ الاختلاف بده يكون بالsubstitution at that system عن الفيميل and male هرمون. كمان إذا فاكرين إحنا بالmale and female هرمون أو other hormones they are attached the ring to each other trans. Here the attachment is different. كمان the cardiac glycosides they are taken from plant origin بعكس الميل and female اللي بتصنعوا inside the body. Okay, الشوغر حيكون attached محل ما احنا كاتبين at position number 17 او R prime. فاذا كان في عندي a lactone ring حلقة خماسية I will call it الشوغر ساعتها او الدراج او نوع الدواء تبعي cardinaloids. Okay, على position number 17 اذا نوع substitution
five member tracton, it is called cardinaloids. Okay. إذا كان six member drink lactone, it is called البوفادينولويدز. بوفادينولويدز. And of course, إحنا نستخدم جماعة الكاردينولويدز اللي فيهم ال five member drink lactone. الشجر وين بده يرتبط؟ الشجر تبعنا بده يرتبط مع عند الهيدروكسي at position number three. Okay. It will be attached at position number three, a hydroxy. Okay. So this is the structure of my drug. مكون من a glycan portion and sugar portion, and as you can see, it is polysaccharide attached to my structure. R حكينا بتحكم هل أنا cardinaloid ولا بوفادينولويد class of a drug. I have different drug being discovered and being found, and you have to know يا جماعة إنه مش كلهم إحنا we use, okay? Only the digoxin. Other they are more يعني more potent, بالتالي I need lower doses. And as you know, the digoxin therapeutic index تبعته شو ماله؟ أخذته بال very narrow. Okay. يعني أنا لو غلطت one dose هاد كفيل إنه أنا يصير في عندي toxicity for my patient. فلأنه therapeutic index narrow حتى للديجوكسين معناته التانين ألسى أخطر أسوأ picture for me. Okay. الكارديك جلايكوسايد بالإضافة إنه الجزء اللي إحنا اللي ما فيه شجر سميناه A glycon, كمان بنسمي النيوكليس تبعته نضيف لها كلمة جنين إذا فاكرين بالفايتو. أوكي, فإحنا بنسمي ديجوكسيجينين to indicate إنه it is the A glycon part اللي هو بدون شجر مش attached إلو at this moment. Okay, حكينا we have cardinaloids, we have البوفادينولويدز can be found. And لو بدي أقارن بيناتهم in general regarding substitution, you will see إنه أنا في عندي minor difference between their substitution, وبالرغم من ذلك they have different effectiveness at the receptor. كمان we have to know another thing. أنا الشجر, شو فايدته الشجر؟ الشجر لأنه hydrophilic بساعدني على distribution, على إنه يصير له الفارماكوكينيتيك اكشن فور ماي دراج. اما الستيرويد بارت اللي هو حيرتبط تو سبيسيفيك ريسبتور ات ذا هارت سيلز. اوكي, ف انا احتاج الشوجر فور فارماكوكينيتيك ريزنز, اما الستيرويد ات ويل بايند تو ذا ريسبتور. انا ما راح ادخل معاكم وذ ديفرنت يعني كيف نميز بين اشكالهم انت اتسترا, بس مجرد ما شفتهم انا اي هاف تو نو انه ذيس از ا كاردياك جلايكوسايد. الدواء اللي بيستخدم nowadays is the digoxin to treat my patient. شو نوعه؟ It is a cardinaloid type. Okay. حكينا البوليساكاريد بتأثر لي على الفارماكوكينيتيك of my drug. شو نوع الشجر could be found? It is the D glucose, D sucrose, and the raminose as well can be found as a choice of liposaccharide. Okay. حكينا في حالة الستيرويدز هرمون اللي جوا جسمنا they are attached to each other what? They are attached trans. أما في حالة الكارديك جلايكوسايدز they are attached what? cis trans cis. أوكي؟ فبالتالي مهم بالنسبة لي. ليه؟ لأنه حتى لو أنا عندي نفس السبستيتيوشن بالضبط بين two types of a nucleus, لكن كانوا trans, والثانية كانت cis, بالتالي البايندينج حيختلف, لأنه شايفين إحنا كيف شكله مايل, بعكس الترانس لما يكون كله مفتوح بده bigger structure أو bigger receptor to bind. Okay, فبالتالي الأفينيتي حتكون مختلفة for different receptors. فإحنا regarding this class كنا بندور على إشي less toxic مشان أنا يكون margin of safety أعلى in order I can get better activity for my structure. بس أوضح لكم إشي يا جماعة إنه أنا الإشي اللي ما رح أحكيه بالسار أنا مش حطالبكم فيه later on in the exam for better activity. Okay, this is regarding my drug. Cardiac glycosides, إذا انكسر فيها الشجر الأكتيفيتي حتقل لأن الووتر سوليبلتي حتقل, بالتالي وصولي للهارت will become weaker. إذا انكسر كمان
الايج لايكون بارت لانه الستيرويد احتماليه دخوله للسنترال نيرفس سيستم از هاي، فاحتمال يصير في عندي انا سايد افكتس. كاردياك جلايكوسايد بيشتغلوا على صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، اوكي، اند if the sodium potassium ATPase pump اذا عملنا لها blocking for this pump this will increase the intracellular calcium، بالتالي حيأثر على الكالسيوم sorry sodium calcium exchange، and بالتالي ما صارش في عندي sodium calcium exchange بضل لي ساعتها الكالسيوم intracellular فترات اطول، ولما بضل لي الكالسيوم فترات اطول بالتالي contraction will be كمان will stay for longer time and will potency will be higher. okay كمان مرة هو بيسوي بلوك لصوديوم كالسيوم ATPase اللي بدوره اوكي بيأثر على الاكستشينج بتوين صوديوم كالسيوم انتراسيلولر اللي بضل الكالسيوم فترات اطول انتراسيلولر بالتالي contractility will stay for longer time for the heart muscles. اوكي regarding absorption and metabolism كل مكان my drug more lipophilic كل مكان absorption is higher and duration of action will be higher. حكينا digoxin is the most popular one. I will use it orally. It has passive diffusion. It is lipophilic dissolution membrane permeability كلها منيحة له. احتمالية حدوث التوكسيسيتي حكينا margin of safety is very low. إذا زادت 2 to 3 times the therapeutic dose غلطنا بالدوز أو المريض كبر الدوز. فhow can I treat my patient؟ بعطي بزيد البوتاسيوم for him okay salts أو أحاول أعالج السيمتومز اللي حتظهر. إحنا لما بدها تزداد الهارت فورس تزداد فاحتمال يصير في عندي أنا تاكي كارديا، فبحاول أعالج تاكي كارديا by giving antidote زي لايدوكين فينيتون أو الكربانولول. Or if I'm lucky إذا المستشفى is منيح فعندنا في شيء اسمه specific antibody. These antibody بترتبط خصوصاً بالديجوكسين بالتالي حتمنع الأكشن تبعته. لكن لما بعطي بوتاسيوم أو بعطي أنا التريتمنت للتاكيكارديا أنا بعالج السيمتومز أو الأثر of the use of high doses of the digoxin. Okay؟ واضح يا جماعة؟ We have a non-glycosidic positive inotropic agent اللي هم PDE3 inhibitors. الفكرة منهم they increase the cyclic AMP بالتالي بصير في عنا more cardio stimulation and vasodilation. ما عندهم chronotropic therapy ما بيستخدموا for chronic therapy congestive heart failure ولكن في حالات acute cases. كمان مرة إذا زدنا الانوتروبيك اكتيفيتي فاحتمال يصير في عندي أنا أريثميا for my patient. We have amarinone and mirinone. They are good example at this class. They are identical. الاختلاف الوحيد بيناتهم mirinone it has cyano and it has amethyl substitution. ما بين إن مارينون contain an amino group. Okay. I will stop here next time.